موضوع مداخلتي تركز حول أن القيم التي جاء بها الإسلام جاءت لتعالج هذه الروح ولأجل أن تغذيها في مقابل ما يعيشه الإنسان من الانجذابات نحو الشهوات ونحو الحاجات الجسدية فقط، لأن الإسلام جاء بالموسوعية وجاء بما يحقق مطالب الروح ومطالب الجسد معا، لأنه الدين الذي قال الله عز وجل عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ووصف الله تعالى هذه الأمة بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا لكم نصيب من كل خير، بحيث ليس هنالك في دين لا إفراط ولا تفريط، فالروح لن يفرط في حقها والجسد كذلك لن يفرط في حقه. كان هذا يعني باختصار موضوع المداخلة التي قدمتها في هذه الصبحية المباركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه من والاه. أولا سعيد بالمشاركة في هذه الندوة الفكرية على هامش هذا الملتقى الدولي دار الضمانة للذكر والفكر، والذي سعدنا كثيرا بالحضور فيه، وإن شاء الله باستمرار هذه الفعاليات سنوات عديدة إن شاء الله، حتى يسهم في استفاقة المواطن الوزاني ووعيه بموروثه بحضارته بتاريخه بما خلفه الأسلاف من علم وفكر وعرف ومعرفة وعرفان، وأن نعيد له ذلك البريق، ولما لا أن نصدره أن نسوقه للعالمين كي يسهم في خلق محبة واحترام وتوافق وعيش مشترك سلمي كما أراده الحق سبحانه وتعالى في روح الرسالة المحمدية، وكذلك جعلناكم أمة واحدة، ويا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نريد أن نحقق هذا التعارف، نريد أن نحقق هذا التعايش، نريد أن نحقق هذا الاحترام، حتى يجد كل إنسان خلقه الله وأحبه وأوجده وأنعم عليه ورزقه في هذه الدنيا أن يعيش في نعيم، وأما الآخرة فإلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.